حلوة عمان ويا حافظ حفظها حلوة بلادي يا زينة يا زينة تسأل الناس وش سر الحساس وش سر هالأرض ترفع بها الراس لو شفت عالي يرفرف علمها ويفز قلبك ذهب حنينك وامشي بحبها والدرب لطاف محلى دربها. شوف شوف بالله عليك الواحد يوم تنصحه يعاند وما يسمع الكلام وبعد مكمل طبخ ندوق خذلك. المهم بهذا موضوعنا، على بالكم اظفار بس خضرة وطبيعة ورذال؟ لا يا بوي، ولاية مرباط الساحلية القديمة من أجمل الولايات اللي زرتها بصراحة. البحر عالم ثاني، والمباني القديمة اللي تردك 1000 سنة ورا، ولو أتكلم من اليوم لين باكر وأصور لكم ما راح يوصلكم الشعور اللي وصلني. كمية هدوء مش طبيعية في هذا المكان، تحس نفسك في عالم ثاني. المباني والقوارب بنفسها تحكي لكم قصص المكان. بالمختصر اللي بيه ظفار هاي السنة لازم يروح مرباط، ونصيحة مني روح الساعة 7 الصبح يمكن تحصل حرية البحر، أقصد تستمتع بالجو والهواء العليل، وأهم شيء تشل ريوقك وياك وتستانس على البحر. واللي زار ولاية مرباط يكتب لنا رأيه في أجواءها تحت الفيديو، واللي عنده أماكن حلوة في ظفار بعد يكتب لنا تحت في الكومنتات. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.